حنتقابل مع الايام. لحد ما كان عمري 17 سنه كنت عايش في الكويت. المواليد فين اساسا؟ في الكويت. انا سوري. نعم. كنت بشتغل بالسي ديز الكوبيز من وانا 11 سنه. انا بحب كنت الكمبيوترز حتى ما وصلت المرحله قلت عايز ابقى مهندس صوت. رحت لندن درست كورس جبت اجازه. اول حد اشتغل معاه كان عمرو دياب. تاني حفله كانت ليا مع ميامي وبعد كده نبيل شعيب بعد كده ديانا حداد. قررت ان انا اعمل اكبر استوديو صوت في الكويت. واحد عمره 20 سنه بقى عنده 7 محلات. يعني ما اخواتي خلاص وقفوا معايا بقى. سافرت لندن خلاص دراستي هنقلها من اللي انا كنت بتكلم عليه الى دراسه بقى حقيقيه. كان عاملين جالي العربيه حفله وكان احد المطربين موجود. خلصت الحفله بدري فقلت لهم يا جماعه انا هغني لكم وانا بهرب. فواحد من المتعهدين هناك اللي اشتغل عندي قلت له انا موافق. بعد 3 شهور عملت اول البوم. عايش في لندن وبروس ويلس اتعرفت عليه كمعجب. قال لي اسمك ايه؟ قلت له اسامه. قال لي انت تشبه واحد بيغني اسمه اسامه. عجبني الاسم اخذته وسميت اسمي اسامه زين.